ريكس قرر يحضر اليوم الديبيت عشان يختار رئيس الوزراء القادم. ريكس بعد ما شاف الديبيت اختار جاستن ترودو. اليوم غير رأيه ديكس، حضر الديبيت وعجبه كلام شكله جاستن ترودو. يلا جاستن عيش هاي التجربة رقم 3 مع ريكس. نترك ريكس يتهنى. إذا عجبك هذا الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب للقناة واعملوا شير مع أصحابكم.